طيب يعطيك العافية يا جماعة. أنا حسين مرة ثانية، وهذا الفيديو راح نشرح عن المحاضرة الثانية. هون في خطأ، المفروض تكون F2. تمام، بس قبل ما نبدأ المحاضرة الثانية حاب بس يعني تعديلات صغيرة أو توضيحات بخصوص الجرافس. مبدئياً إحنا هون عندنا supply و demand. كيف demand بيزيد؟ بعمل shift to the right، يعني بصير عندي رسمة ثانية هون. تمام، فنحسبها احنا على الكوانتيتي. حلو، فالديماند زادت بتزيح اليمين كلها، فبصير انترسكشن هون، بيزيد البرايس بتزيد الكوانتيتي. تمام، طيب اشي ثاني برضو صار عليه خربطة، ايش لو البروفايدر حط سعر عالي؟ نفرض بهاي الرسمة البروفايدر حط سعر هون مثلا، فصار في مش على الإكوليبريوم. تمام، هون صفى انه لازم الديماند تعمل شيفت تو ذا رايت، بمعنى لازم تزيد لحد تصير الاكوليبريم بوينت. تمام، او العكس اذا السبلاي تقل، وفايس فيرسا طبعا، اذا مثلا السعر اقل فالديماند بده لازم يصير اقل او السبلاي يزيد. مبدئياً هون في خطأ، إن شاء الله بننزله بالكوركشن زون. هاي الرسمة الديماند والسبلاي اللي افترضنا إنها ثابتة، مبدئياً هاي وين راحت؟ هاي صح، وهون فيها خربطة. الفكرة إنه هون عند الديماند أقل من السبلاي، بمعنى إنه الديماند إذا بده يكون على هذا البرايس ليفل لازم يعمل شيفت تو ذا رايت، وتصير الرسمة هيك. حلو، فلذلك عندنا يا demand shortage او supply surplus. وتحت نفس الفكره، اذا بدي انا افطر انه بدي البرايس هون، فلازم الديماند تعمل شيفت لليسار، لا to the left. اسف، لازم تعمل شيفت to the left، بمعنى انها تقل. فيا بنحكي انه الديماند لازم تقل، او عندي demand surplus او supply shortage. فلازم نفرق بين لما نحكي انه لازم تزيد، انه ايش بالمستقبل لازم يصير، او ايش المفروض يصير، وايش هو الوضع الحالي. we want to describe the current situation، نحكي انه supply shortage او demand surplus، او العكس. ما نحكي ايش لازم يصير او ايش المفروض يصير، نحكي انه لا والله الديماند لازم تعمل shift to the left. طيب بس كمان شغلة عن الجرافس هون، نفس الشغلة انه كيف نحسبها على الكوانتيتي. فهون مثلا الديماند عامل شيفت لليمين، فبالتالي البرايس كان اعلى، والسبلاي نفس الاشي، السبلاي لما كانت اعلى من الديماند، او سبلاي باليوروب اعلى من السبلاي باليو اس، كان البرايس اقل. طيب نبدأ محاضرة اليوم. مبدئيا الدكتور رد كرر مرة ثانية وثالثة انه مادة السلايد كافية مع الريكورد، او مادة السلايد كافية الحركة. اي اشي باللون الاحمر بالتفريغ الدكتور ركز عليه، واي اشي باللون الازرق هي كومنت من الدكتور علاء بعد ما بعثت له التفريغ واعتمده. طيب مبدئيا الكومبيتيشن هي takes the production out of the hands of the less competitive، وركزوا هون، places it into the hands of the more efficient. راح نحكي لك قدام شوي ايش الافشنسي بالضبط، بس بشكل مبسط انه لما يصير عندي competition، لما يصير في منافسة بين providers، كل واحد بحاول يعمل احسن product باقل التكاليف. تمام، ايش المنافسة او competition، ايش نتائجها؟ بصير في efficient methods of production، بتصير كثير في new products produced cheaply. تمام، فبالتالي الكاستمر بيستفيد لانه السعر ارخص وفي عنده اكثر من selection، اكثر من product available. طيب نعيد هون مره ثانيه انه encourages efficiency. مبدئيا بشكل عام السبلاي والديماند هم اللي بيحددوا ايش ال quantities provided والسعر تبعهم، بس احنا بنحكي عن ال quantities، بمعنى انه ال provider كم كمية لازم ينتج. طيب هون بشكل رئيسي supply and demand are the two factors affecting competition. جميل،
مبدئيا هون في مثال دكتور حكى بيقول لك انه في تكنيك جديد للعمليه عنده بنفيتس وعنده كوست. الكوست انك يكون مش افيلبل انه تريننج برا، فاذا صار في ديماند على هالبروسيجر تمام بهوسبيتال واحده فبصير شيء اسمه مونوبولي، راح نحكي عنه قدام شوي. فبس هاي المستشفى بصير عندها. اذا مستشفيات ثانيه دربوا السيرجنز تبعونهم يعملوا هاي العمليه او هاي البروسيجر، فبالتالي بصير كومبيتيشن، وزي ما حكينا فوق انه بصير سيميلر برودكتس افيلبل تشيبلي. طيب الافشنسي هي تعريفها how well productive resources are allocated with respect to cost and benefit using those resources. بمعنى اخر انا عندي resources، يعني كيف بقدر استخدم هاي الريسورسز المحدوده عشان اطلع اكبر اوتبوت انا بدي اياه. فبالتالي هون بالمارجن اناليسيس زي ما حكينا التفريغ اللي قبله، في عندي شيء اسمه اوبتيمال كوانتيتي اللي هي التقاء البنفيت مع الكوست، هي نفسها الافشنسي. اظن مكتوبه تحت هون efficiency is the same as optimal quantity. طيب نعيد مرة ثانية، how resources are being used to maximize the production of goods and services، يعني output، output أعلى بresources أقل، هون بيكون efficiency أحسن. طيب هي بصير limited resources ولازم صار عندي optimal quantity. طيب efficiency is، طيب وين صرنا؟ if insufficient inefficient output wastes resources. بمعنى اذا انا ما استخدمت الريسورسز تبعتي بشكل حكيم، خلينا نحكي ما استخدمتهم بشكل مظبوط، راح تروح للويست على الفاضي. اذا استخدمتهم بشكل افيشنت فانا عندي الشح المصادر مش كثيره بتؤدي لسوشيال ويلفير، يعني حتى المصادر السكارس ريسورسز بتؤدي لسوشيال ويلفير. ليش؟ لان انا استخدمتها بشكل افيشنت. طيب هي بشكل عام هي واضحة. Efficiency is the relationship between output and effort. Effort قديش أنا بحط، output قديش بطلع لي. طيب هون بيقول لك إنه an efficient result for society will require that the wants of customers تحسب لي إياها مع إيش؟ مع ال cost. يعني demand مع supply. حلو؟ يعني benefit و cost مرة ثانية. وكمان كمان مره limited resources given the limited resources بالhealth بالdeveloping countries it's essential to taste and use resources as efficiently as possible. تمام، لازم نستخدم ال resources بشكل كثير efficient خاصة بالhealth sector لأنها إيش؟ لأنها limited. طيب نرجع للمثال ال procedure الجديد. إذا هاي المستشفى عندها 5 جراحين قلب، مش منطقة اطلعهم كلهم برا لانه ممكن يجيني حالة طوارئ واحتاج واحد دكتور منهم، فهون بنحكي انه نعمل marginal analysis. طيب the wise decision shall be made after evaluating the benefits and costs of all options. انه اطلع هاد ولا هذا، اطلع one more surgeon لبرا ولا لا. هون هذه الاناليسيس اسمها marginal analysis. طيب الماركت فيلير، الماركت فيلير هو بيصير لما الماركت وينها the market fails to promote efficient allocation of goods and services. يعني لما الماركت يصير عنده يا زيادة production يا production قليل. طيب ايش السورسز تبعت الفيليرز؟ يا اما مونوبولي او اوليغوبولي، بمعنى انه احتكار لشركة واحدة او لمجموعة او يعني عدد قليل من الشركات. externalities of production of or consumption، العوامل الخارجية. public goods اللي هي العوامل المتعلقة بالحكومة، خلينا نحكي بمعنى انه اللي راح لمستشفى حكومي ما عنده الدرج الفلاني والقطاع الخاص موجود فيه، فهون ما صار في failure لانه ما وفر لي هاي الخدمة او هذا البرودكت. incomplete information، معلومات مش كاملة أو خاطئة. طيب على المثال مش مشكلة، واضح. economic framework،
طيب زي ما الدكتور حكى بالمحاضرة اللي قبلها ورد كررها هون إنه الفريمورك مع الثيوريز هم أساس العلم. طيب economics explains how scarce resources are allocated among alternatives to satisfy unlimited human wants. هذا تعريف الإيكونومكس حكيناه بالمحاضرة اللي قبلها إنه كيف نستخدم scarce resources حتى نلبي الwants. Limited resources مع unlimited wants. طيب بالعادة إذا كان decision made on أو based on incomplete information فاللي بيصير عندي إنه مش optimal quantity produced. طيب economic model اللي هو الستيج اللي بعده بالعلم خلينا نحكي في عندي two main points. إيش اسمه micro economic model في macro economic model. بشكل كثير مبسط المايكرو ايكونوميك هو حندرس البيهيفير تبع ناس اشخاص يعني individuals. الماكرو ندرس كسيستم كامل كدولة كاملة. حلو. طيب هون we assume that individuals must choose between competing alternatives. بمعنى عندي competition بين products. انا لازم ايش اعمل ككستمر لازم او بفضل اختار بينهم. طيب يعني ناخذ هون المارجنال بنفيت والمارجنال كوست هالكلام حكينا عنه بالمحاضره اللي قبلها. هون في مثال الماكرو زي ما حكينا الهيلث كير سيستم بالدول ككل. جميل. طيب كسمري هون سمري عن الشابتر موجوده بالسلايدات. Several important economic concepts. Health economics is growing in importance due to the sheer size and scope of the healthcare economy relative to other sectors of the economy. إنه الهيلث إيكونومي قاعد بأخذ أهمية أكبر على يعني على مقارنة بفروع ثانية من الإيكونومكس. طيب كيف إحنا نستخدم الريسورسز ونلبي unlimited wants؟ القرارات الطبية اللي خلالها في عندي opportunity cost associated benefit. برد أكرر مرة ثانية الـ associated benefit هي الـ benefit associated with the choice made. الـ opportunity cost هي الـ cost اللي انت بتدفع ثمنها لأنك ما أخذت هذا الـ choice. وزي ما حكى الدكتور الـ cost مش يعني مصاري أو مش بالضرورة يكون بس مصاري. طيب it's important to strike a balance بين choices حسب الـ opportunity cost. بمعنى عندي أشوف وين الـ value اللي بتفيدني أكثر وبختار على أساسها. طيب chapter 3 هون نحكي أكثر عن Grossman model تبع الـ investment وإلى آخره. فهون بيقول لك إنه this chapter presents a model of the demand for health with healthcare as an input for production of health. طيب هون مثال حكى الدكتور انه حتى تحافظ سيارتك شغالة بتروح على ميكانيكي. سيارتك شغالة هي الهيلث، ميكانيكي هو الهيلث كير. هذا كومنت من الدكتور، اول كومنت الدكتور حكى لي اللي هو الاضافة السيارة باضافة كون السيارة لها فوائد الشخص يمتلكها مثلا يروح على الشغل يشتري اغراض، لهيك هو بيروح على الميكانيكي حتى يحافظ عليها ويظل يستفيد من السيارة كونها شغالة وسليمة. صحة الإنسان نفس الشيء، الإنسان لما يكون صحي بيكون أفضل وقادر على القيام بالعمل وأعمال أخرى، لذلك أنا بحتاج للرعاية الصحية حتى أحافظ على صحتي اللي لها فوائد لحياتي. إذا بحثي وطلبي للرعاية الصحية اللي بدورها تنتج صحة تحافظ على صحتي هو بسبب الفوائد اللي بتستفيد منها لما أكون صحي. هاي راح نشرحها كمان شوي بس نحكي عن الجروسمان موديل أكثر. طيب الـ demand for healthcare inputs are derived from the demand of health itself. ركزوا إنه health لحالها أنا بدي صحة، فأنا بالتالي عندي demand للـ healthcare inputs. تمام؟ إيش هم الـ healthcare inputs عشان نكون بالصورة؟ هي خدمة الدكتور أو الدواء أو الثيرابي العلاج. طيب هسا على النقطة قبلها لما واحد يكون عنده demand للصحة فهو بنفس الوقت بيكون له ديماند على اللي بيقدم الخدمة اللي بخليني صحي. تمام؟ طيب ايش فوائد الصحة؟ they feel better لما يكونوا صح بصحة يعني بيخسروا they lose less time to illness فبالتالي بيشتغلوا أكثر فبالتالي هم more productive وبالتالي معهم مصاري أكثر they live longer فبالتالي مصاري
طيب جميل. health as a form of human capital. بالمختصر جروسمان حكى لنا انه الانسان لما ينولد بيكون معه stock of health، بيكون معه مخزون صحي ان صح التعبير، او راس مال صحي اذا بنترجم ترجمه حرفيه. اللي بيصير انه انت يا تعمل انفست يا بتستهلك، يا تعمل انفست يا بتستهلك. فمثلا العادات الغير صحيه مثلا تدخين ودايت غلط وما بتمارس رياضه واشياء زي هيك، هاي انت بتستهلك من الصحه. الانفستمنت انك انت تحافظ على صحتك، مثلا هيلثي لايف ستايل، انك ريجولر فيزيتس للدكتور الى اخره، كل هاي الاشياء. فبالتالي هي راس المال هو تعطينا ايام صحيه، فهنا نسعى للرعايه الصحيه كاستثمار بصحتنا عشان نظل بصحه. طيب بتذكر كان في بوينت عن اللي هي تحت، يلا خلاص نحكي هسه مبدئيا عن الكومنت تبع الدكتور. بقول لك اما بستثمر فيه اللي هي الصحه، يعني بدفع مصاري على الرعايه الصحيه تاعتي، وبالتالي بكبر المخزون الصحي تاعي، راح اقدر اشتغل واحصل اكثر كوني سليم، او بنترك المخزون الصحي بدون رعايه وبالتالي مع العمر راح ينفذ بسرعه وما راح اقدر اشتغل لفتره طويله، ف مش شكلي في خربطه حتى اكون سليم واحصل مصاري. يعني لا تبخل بالرعايه الصحيه على نفسك، انها راح ترجع لك الفائده الماديه. بمعنى ان انا هسه صح بدفع الاستثمار، هو مبدا الاستثمار بالصحه تبع جروسمان، هو فكرته انه انا صح قاعد بدفع مصاري على حالي على صحتي، انه بالاول انت بتطلع عليه بتشوفه كانه كوست، بس هو في الواقع انت لما تدفع على صحتك انت بتؤدي الى ايام صحيه اكثر، فبتشتغل اكثر فبتجيب مصاري اكثر فبترد تحافظ على صحتك اكثر، فكلها هي سيركل. حلو. طيب جروسمان انفستمنت موديل اوف هيلث، هذا اللي حكينا عنه قبل شوي، اللي هو بيحكي لك انه الديماند للهيلث كيرز ديرايفد فروم ذا ديماند فور هيلث اتسلف، مكتوب فوق. الهيلث انبوتس مع الوقت ديفوتد تو هيلث امبروفينج افورتس انكلودينج دايت اند اكسرسايز وذ بيرشيست ميديكال انبوتس. هيلث كابيتال ستوك اوفر تايم، يعني تحافظ عليها تضلها تزيد. Health lasts for more than one period. It does not depreciate instantly and it can be analyzed like a capital good. هون الرسمة الموجودة بسيارة الدكتور، الـ health inputs اللي هم الـ health care والـ diet والـ exercise والـ environment والـ income والـ time بعملوا لي stock، بتزيد وبتقل. فبالأخير طلع لي health inputs اللي هي الـ physical health, mental health, activity, limitation. يعني إذا لما تمرض ما بتقدر تعمل activities كنت تقدر تعملها. هذا مثال من السلايد، أظن إنه الفكرة واصلة بدون المثال. عندي إيش اسمه the wage effect. طيب في عندي أول شيء زي measure أو تكنيك اسمه marginal efficiency of capital MEC is a measure of how much extra output can be produced with an extra unit of capital input. مارجنال زي المارجنال اناليسيس تدل على انه انا بدي اعمل اناليسيس معين حتى احسب كم 1 اكسترا يونت بتادي لاوتبوت بهاي الحاله، يعني قديش اوتبوت بجيبه لما يصير عندي 1 اكسترا انبوت. المارجنال اناليسيس ايش البنفيت والكوست ل 1 اكسترا يونت. طيب increase in stock of health simply increases wage rates. بمعنى انت لما تكون صحي اكثر بتشتغل اكثر فالويج ريت بيزيد تبعك، او ممكن انت كونك صحي بتقدر تقوم باعمال خلينا نحكي اصعب او بدها جهد اكثر، فبالتالي بتقدر يعني تشتغل شغل بتقاضى من خلالهم على مصاري اكثر. Individual's stock of health determines the total amount of time he can put producing money earnings. تمام؟ الستوك تبع الهيلث لهذا الشخص بيحدد الوقت اللي بيقدر يشتغل فيه وبعدين بحصل مصاري. هذا مثال من دكتور، واحد بيشتغل شغل بيطلب انه يقعد على الكمبيوتر 5 ساعات، فبالاخر بيصيبه ديسك وبكره بطل يقدر يشتغل بالحياه العمليه، فالمفروض يتدرب يمشي، فهذا الخيار بيكون استثمار بصحته. The consumption model انك انت بتستهلك صحه،
جروسمان حكى انه كيف الكونسيومرز simultaneously make choices over many periods of or years، كيف هم بيعملوا قرارات بتأثر على صحتهم على مدار فترة زمنية معينة أو سنين. فالinvestment هي أنت بتضحي الـ current consumption عشان future consumption، زي ما حكينا قبل شوي أنه أنت الآن تدفع مصاري على صحتك، فأنت صحتك بتتحسن فبتعيش more healthy days، فبتشتغل أكثر فبتجيب مصاري أكثر فبترجع من invest بصحتك أكثر، فهي كلها جاية circuit. طيب الـ additional factors affecting investment and health، الـ age والـ education. الـ age بيحكي لك إنه it takes more resources to obtain a given stock of health as you age، يعني الواحد بيصير كبير بالعمر بصير أصعب إنك تحافظ على صحتك. وكمان شغلة إنه educated people are more likely to recognize the benefits of improved health. بس زي ما حنشوف المحاضرة اللي بعدها في ماشي نخربطكم خلاص، المحاضرة الجاي في كلام ثاني عن الديماند للهيلث بخصوص الإدوكيشن. طيب جروسمانز انفستمنت موديل اوف هيلث نكمل عليه. According to this model everyone inherits a stock of health when born، انت بتنولد معك stock of health، however it depreciates over time، بس اذا بتعمل انفستمنت you sustain health. طيب الديماند بيزيد مع زيادة الانكم، لما واحد يصير مع مصاري بيقدر يدفع على المحافظة على صحته. طيب as people age، طيب هاي انه بس تكبر بيزيد الانكم زي ما حكينا فوق. طيب هاي بالاحمر هي الدكتور ركز عليها، health هي defined broadly to include longevity and illness free days in a given year is both demanded and produced by customers. الفكرة انك دير بالك على صحتك ودفع المصاري بنفس الوقت استثمار لانك تقدر تشتغل مدة اطول فبالتالي بتجيب مصاري اكثر. فلما تكون عندك illness free days فانت بتشتغل اكثر فبتطلع مصاري اكثر. Grossman's investment model of health تكميل له، why is health demanded؟ ليش انا اصلا في عندي طلب على الصحه؟ فكره انه الناس تطلب الصحه كconsumption good because it makes them feel better، بمعنى انا مصدع اذا باخذ حبه بنادول راسي بفك برتاح، فانا هون لما I consumed health input اللي هو بهاي الكيس drug فانا تحسنت و I felt better. as an investment good health is desired because it increases the number of healthy days available to work and to earn income. زي على مبدأ جروسمان إنه كإنفستمنت. طيب بالأحمر هون health can be treated both as a consumption good and an investment good. تمام؟ فالصحة عندي بقدر أعملها both كسلعة وكاستثمار زي ما شرحنا فوق. هاي كومنت الدكتور لا تبخل على صحتك، لأن المصاري اللي راح تدفعها على الرعاية الصحية راح ترجع لك بالفائدة، حتظل صحي أيام أكثر وبالتالي قادر أنك تشتغل وما تنقطع عن عملك. بصيغة أخرى المحافظة على صحتي بتخليني أشتغل لفترة أطول من العمر بالتالي في مصاري. International Health Status Comparison بنقارن هون بين دول. United States is a major spender بالhealth care سكتر، فلكن عندهم poor results. ليش؟ السبب فيها انه عندهم socio-economic disparities زائد mal distribution، بمعنى يعني ما بيوزعوا resources على كل الولايات خلينا نحكي بشكل متساوي او مكافئ. الانيكواليتيز هاي uncommon in other developed countries مش بس امريكا، موجوده برضه باليوروبيان يونيون. focusing on developing countries it's found that low income adversely affects health، في علاقه بين low income والhealth. طيب in other international comparisons it's clear that Grossman's model of health status can play a dominant role in health status determining across countries.
هون في سمري. فهيك مراجعة بسيطة لكل إشي. مبدئياً أول مبدأ أول كونسبت عندنا الكومبيتيشن، اللي هو لما أكثر من بروفايدر يصيروا يقدموا نفس السيميلر برودكت فبصيروا يتنافسوا بالسعر فبنزلوا الأسعار. الكونسيومر بيستفيد لأنه صار في أكثر من أكثر من برودكت أفيلابل بالماركت بأسعار رخيصة، فبالتالي اللي بنجح هو المور إفيشنت. مين بيحدد الإفيشنسي؟ هم السبلاي والديماند أو الأسعار. إفيشنسي هي عبارة عن كم أنا بقدر أعطي أوتبوت بالإنبوت اللي أنا عندي إياه، كم بقدر أحط أوتبوت بالإفورت اللي أنا بحطه، كم البنفيت أحساب الكوست. طيب الماركت فيلير هي بصير لما الماركت ما ينتج الكمية الأبروبريت خلينا نحكي، أو زيادة أو أقل من الليفل اللي نحتاجه. بمعنى يا بصير في سكارسيتي مثلا أو نقص بهاي البرودكت، يا بصير كثير زيادة وما حدا بده إياه فالبرايسز تخرب. الايكونوميك فريم ورك هو اساس العلم زي ما حكينا، هو بيشرح كيف انه السكارس ريسورسز بنوزعها على ديفرنت سيكتورز عشان نلبي انليميتد هيومن مود. طيب الايكونوميك موديل عندنا اثنين، عندنا مايكرو ايكونوميك موديل وماكرو ايكونوميك موديل. مايكرو ايكونوميك موديل هو بنحكي عن انديفيدجوالز، ماكرو بنحكي عن دول. طيب طيب هذا نبدا بشابتر 3، نحكي عن مين هم الهيلث كير انبوتس. هم الدكتور او خدمه الدكتور والدراج والثيرابي. فوائد الصحه انه في مور هيلثي دايز او فيل بيتر، لوز ليس تايمز، كان ورك مور، فبرودكتيفيتي بتزيد وبتجيك مصاري اكثر وبتعيش اكثر. طيب مبدا جروسمان في الكابيتال اوف هيلث انه كل انسان هو مولود مع ستوك اوف هيلث، فاحنا ويذر كونسيوم ات اور انفست ان ات. كونسيوم ات بالانهيلثي لايف ستايل والتشويسز اللي نعملها، وانفست ان انفست ان ات اللي هو احنا يا ندفع مصاري على حالنا التشيك ابس ودراجز وثيرابي الى اخره، او انه نعمل لايف ستايل هيلثي. طيب هاي الرسمه اللي هي بتوضح الانبوتس مع الاوتبوتس، الدايت والاكسرسايز والى اخره، بتطلع لك هيلثي دايز الى اخره. الويج افكت انه انت لما تصير مور هيلثي بزيد الويج تبعك. وهي عندنا هذا كيف بنقيسها بالمارجنال افشنسي اوف كابيتال، اللي هو احنا بنقيس كم الاوتبوت الزياده لما يكون عندنا 1 اكسترا يونت اوف كابيتال انبوت. حلو. الكونسومشن موديل اللي هو انك ما توفر بصحتك لما تدفع هسه، تعتبره انت او انت بمنظورك بتشوفه بتدفعه قاعد بالوقت الحالي، بس هو لقدام هو انفستمنت بصحتك وراح يرجع لك بالاخير. تمام. الاشياء الرئيسيه هون انه لما كيف بنعرف الصحه، هي الالنس فري دايز بالسنه، يعني باخر السنه بجيب بورقه وقلم بشوف كم مرة كنت مريض ما قدرت أشتغل، وكم خسرت مصاري عشان ما كنت صحي، ولو إني دفعت مصاري على صحتي وما مرضت كان جوز طلعت كنت مور برودكتيف وطلعت مستفيد أكثر أو خسران اللي هو. طيب ليش إحنا بدنا هيلث؟ عشان تو فيل بيتر، اثنين أز إنفستمنت عشان لقدام. الهيلث هي بوث كونسومشن زائد إنفستمنت، أنا بدفع هسه بس هو برضه إنفستمنت. طيب هم بنحكي على مستوى انترناشونال، انه اليو اس عندهم بيدفعوا كثير بس ما بيجيهم. ليش؟ لانه عندهم مال ديستريبيوشن برضه موجود باليوروبيان يونيون، والها لو انكم الها علاقه مع الهيلث. ويعطيكم الف عافيه. اذا في اي اسئله انا موجود اسالوني. يلا يعطيكم العافيه.